رانيا، السلام عليكم. رانيا يا رانيا رانيا. ايه عادل، حرام عليك، وانت جيت؟ جيت من بدري يا رانيا، ايه خير في ايه؟ معلش يا بيبي، اصل انا كنت بقرا جنان كده ومندمجه في موضوع السفاح اللي اسمه شنقيط. سفاح اسمه شنقيط؟ ايه السفاح ده يعني، بيعمل ايه؟ ايه يا عادل، في ايه؟ هو انت على طول كده منعزل داخلين وخارجين، ما عندكش اي معلومات؟ ده سفاح، سفاح الهرم المشهور. سفاح الهرم ده غير بقى سفاح المعادي بقى. ايوه يا عادل، ما هما دلوقتي بقى الجديد بقى ان هما بقوا يعملوا لكل منطقه سفاح، سفاح الهرم المعادي، بولاء الخيمه، 200 عقبه. 200 عقبه وبولاء الخيمه، ده ايه السفاحين العجاب دول؟ والسفاح المره دي بقى تخصص ايه؟ اطفال. تخصص اطفال؟ ما مش هيغيروا ابدا، ما فيش مره يطلع مثلا سفاح بتاع نسا ولاده. قصدك ايه يا عادل يا سعيد؟ لا ما قصديش حاجه يعني، انا بس حاجه جت في دماغي كده. وده بيخطف العيال بقى يعمل بيهم ايه؟ عادل، هو انت في حد قال لك لا سمح الله ان انا بخطف العيال؟ ما اناش عرفني، بس هو بالعقل كده في الغالب هو بيخطف العيال عشان يشحتهم ويسرحهم، يشحتوا في كل حته. يخليهم اولاد شوارع يعني، معروفه الحكايه دي. رانيا، هي ياسمين فين؟ ياسمين في اوضتها يا بيبي، مش عارفه اليومين دول كده بحسها انها مكتئبه. لا مكتئبه ايه يا رانيا، دي طفله يا ماما، ما تفهمش لا اكتئاب ولا غيره، كل ما في الموضوع يعني مثلا انها مش لاقيه حد تتسلى معاه، طفل اصغر منها اخوها تلعب بيه تلعب معاه كده يعني. مش عارف بصراحه، بس اللي انا متاكده منه ان هي مش في المود، مش متظبطه كده. طب تفتكري ليه يعني؟ مش عارفه يا عادل، بس انت عارف بقى انا خايفه تكون بقى عرفت عن موضوع السفاح، وانت عارف بقى الولاد نفسيتهم وخيالهم واسع بقى، وتفتكر بقى ان في حاجات وحشه هتحصل وبتاع ومصايب كده يعني. لا لا لا، واضح ان انت اللي قعدتك مع سناء خليت لك دماغك يعني تلسع. ياسمين مطمنه وعايشه في امان الحمد لله، وهخش اطمن عليها انا دلوقتي. ماشي. ازاي يا حبيبة بابا؟ ايه ياسمين يا حبيبتي؟ ايه مالك يا حبيبتي؟ يعني انت يعني يا بابا مش عارف في ايه؟ لا مش عارف في ايه، قولي لي انت بقى في ايه؟ بابا انت عندك كام بنت؟ ايه اللي عندي كام بنت ده؟ انت هتوديني في داهية مع ماما؟ مفيش غيرك طبعا يا حبيبتي، يعني انا هتجوز عليك واخلف كمان، معقولة يعني يا ياسمين؟ انا ما قصدتش كده، انا اقصد يعني انا بنتك الوحيده، صح؟ طبعا بنتي الوحيده والجميله واجمل بنوته في الدنيا كلها. بابا على فكره يا بابا، انت ما بقتش تفسحني ولا تيجي تزورني في المدرسه ولا تجيب لي طلباتي. ما جبتلكيش طلباتك يا ياسمين؟ انت ناسيه لما طلبت مني ايس كريم، جبتلك ايس كريم حتى من الاماره اللي هو ابو عصايه، وجبتلك كيس بطاطس كبير جدا كده، هو ما رضيتيش تديني ولا بطاطسايه واحده حتى. يا بابا انا مش قصدي الحاجات دي. امال قصدك ايه يعني؟ يعني انا كم مره اطلب منك فلوس اشتراك الباص وانت تطنشني. فعلا صح يا ياسمين. بابا انت عارف يا بابا ان الباص ده مش بتاع المدرسه، ده بتاع السواق، وكمان السواق ده دايما يفضحني قدام اصحابي. ده سواق قليل ادب، يعني ايه يفضحك قدام اصحابك؟ عموما يا ياسمين يا حبيبتي انا اسف، خلاص بعد كده يعني مش هنسى، يعني انا بجد نسيت خالص يعني. انت يا بابا دايما ناسيني. ايه دايما ناسيكي ده؟ لا يا حبيبتي انا عمري ما انساكي طبعا، اي حاجه انت عايزاها انا عنيا ليكي يا ياسمين، بس اهم حاجه الفتره اللي جايه دي مش عايزك تتكلمي مع اي حد غريب، يعني من البيت للمدرسه ومن المدرسه للبيت. يعني اروح فين يا حسره؟ يا حسره؟ انت بقيتي بيئه كده ليه يا ياسمين؟ ايه يا حسره دي؟ قولي الو. ايوه انا جاهز بالفلوس. ايوه يا عم ما تخافش، ما بلغتش البوليس ولا حاجة. المهم ياسمين هشوفها ازاي؟ هتبعت عيل صغير ياخد الفلوس؟ ماشي بس ياسمين. الو الو، اخرب بيتك يا شكشوك، ايه اللي اخرك كده؟ انا مش عارف ايه ده؟ ايه فيلم الرعب اللي انا فيه ده؟ انت مين؟ انت من اشبال العصابات ولا ايه؟ عايز فلوس؟ عينيا يا حبيبي هديك فلوس، بس قبل ما اديك الفلوس اشوف وشك. تعالى هنا، تعالى، رايح فين؟ وريني. ايه ده ياسمين؟ بابا عملتي ليه كده ياسمين؟ عملتي ليه كده؟ انا مش فاهم. هو ده اللي خطب بنتك عادل بيه؟ قلعوا الماسك عشان اشوف مين ده. محدش يقلع لي، انا اللي هقلع بنفسي. اهلا،
لوست عدوي. انت عارفه عادل بيه؟ ايه اللي عارفه؟ ده لوست عدوي السواق بتاع الباص بتاع ياسمين. ما انا قلت لك يا عادل بيه انه مش مجرم قراري من الاول. عملت ليه كده يا استاذ عادل؟ بص يا باشمهندس عادل، انا ماليش ذنب في اي حاجه، انا سواق اتوبيس. البنت ياسمين بنتك دي بنت الذكيه، هي اللي جابت المسكات دي وقالت لي نعمل كده. ياسمين هي اللي قالت لك؟ عملت ليه كده يا ياسمين؟ بابا انت السبب. انا السبب ليه بقى؟ انا اللي قلت لك اختفي نفسك؟ لا يا بابا، انا لقيتك مش مهتم بيا فجاه كده، فعملت الحركه دي عشان انت تهتم بيا. يا سلام يا سلام على الاب لما يهتمش ببنته. بص يا باشمهندس عادل، انا هموت نفسي والبسك جريمه واقول انت السبب. اوعى سيبه سيبه يموت نفسه ونخلص منه واحنا باقيين عليه ليه؟ موت نفسك يالا. من الاول وانا حاسس انها مؤامره عليا. بس مهندس عادل، انت عايز توديني المورستان من تاني؟ لا مش انا مش انا. انت كده كده رايح المورستان، وانت فكرك يعني المورستان هيسيبك؟ سلم نفسك، المكان كله محاصر. مكان ايه اللي محاصر؟ ما يفك الحفل اللي فيه ده. ضربت؟ لا لا، انا ما اروحش السجن. السجن ما فوت اتوبيس، وانا عدوي احب اسوق اتوبيس. بيب 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 يا جشمه. اهلا اهلا يا معلم شخشوب، دي فرصه سعيده جدا. انت ليك في خطف العيال الصغيرين اليومين دول؟ لا يا باشا، انا جاي اساعد الحكومه. كده برضه عادل بيه تغدر بيا وتبلغ الحكومه؟ والله ما بلغت حاجه، انا زي ما اتفقت معاك. حضرتك مين بلغك امال؟ المدام هي اللي بلغتنا عادل بيه، وكان مفروض سعادتك اللي تبلغنا من الاول. شفت اهو، المدام هي اللي بلغت. يعني ماشي يا رانيا ماشي، بتحرجيني مع الحراميه اصحابي ومع عدو الجزمه. سيادتك لقينا الشوال ده في عربيه العصابه يا باشا. وده في ايه ده؟ دولة. انا هنا عروسك يا جزمة. دولة حبيبي، دولة كده ولا دولة؟ تسيبني في ايد العصابة المفتريين دول؟ هم ايه اللي عمل فيك كده يالا؟ ركبوني المراجيح يا عم، وانا مش عايز. وريني عينيك يالا. اهي دول. ولا يهمك يا رمزي، انا هعالجك من الحول اللي جاي لك ده. والله دولة ازاي دول؟ احط صباعي الاثنين واقوم جايب ده كده وجايب ده كده. يلا استعد. ربنا يخليك يا دولة يا رب. فين؟ مش عارف بس البتاع ده هون بيشتغل من فين بس. صباح الخير يا رمزي. صباح الخير يا دولة. ازاي؟ انا يالا مش قايل لك 100 مرة قايل لك ما تقعدش على المكتب هنا؟ انا اسف يا دولة. قلت لك ولا ما قلتلكش؟ قلت لي يا دولة. وانا ايه اللي بعدك؟ اخر مرة يا دولة انا اسف. انزل يا. انا اسف. انزل. حاضر يا دولة. وبعدين فين الحسابات اللي انا قلت لك الراجل بتاع الضرايب هيجي يشوفها عملتها ولا لسه؟ عملتها يا دولة. انت لسه فاكر يا عم؟ خلصت من زمان. ماشي خلصت من زمان، فين هي بقى؟ اتفضل يا دولة بالهنا والشفا. بالهنا والشفا؟ يا لا نقي الفاظك يا لا. اما يكون حد بياكل تقول له بالهنا والشفا، لكن حد بتدي له ورق تقول له بون ابيتي كده؟ هو يعني غبي غبي، هتفضل طول عمرك غبي. فين هي الحسابات؟ اهي يا دولة اتفضل اهو. انت ايه ما نزلتهمش على الكمبيوتر ولا ايه؟ كمبيوتر ايه يا دولة؟ اسلام. ما اصل ما اصل ايه؟ ايه اصل ايه وبس؟ ايه في ايه فين؟ انا مش قايل لك تنزل الحاجه دي على الكمبيوتر؟ ايوه دولة، هو فين الكمبيوتر طيب اصلا؟ يا نهار اسود، فين الكمبيوتر اصلا؟ ده انا جايب كمبيوتر ومنزل عليه برنامج بتاع حسابات ودافع الشيء الفلاني عشان تيجي تقول لي فين الكمبيوتر؟ امال ده ايه حضرتك؟ ده انت هتطلع عليه يخرب بيتك، هتطلع عليه يلا اللي هو بتاع الكاتب يا دولة، الكاتب المصري. هتقولي ولا ولا ما تلعبش بالكمبيوتر ده تاني، وما تلعبش بوصول يا حضرتك. ده ايه بقى حضرتك ده؟ يعني اله الويندوز عند قدماء الفراعنه يعني ولا ايه؟ لا يا دولة والله انا كنت بحسبه عم آلة حاسبة كبيره كده هون يعني. وبعدين حتى بالاماره انت مش قلت لي اسمه لابتوب؟ لابتوب؟ انا قايل لك لابتوب. يهبل مش يا نهار ابيض، جايب لك مهندس وقعد ثلاث اسابيع عمال بيدربك وفي النهايه مش عارف الفرق بين الكمبيوتر واللابتوب؟ ما دولة بقى بصراحة يعني. بص الباشمهندس ده وانا دولة انا ما كنتش فاهم منه اي حاجة. دولة عمال يقول لي شد الداون شد الداون ومش فاهم. شد الداون يلا بيقول لك شات داون. شات داون يعني شد الكوبس. والله يا دولة انا مش عارف يا دولة. خد بس اقرا بقى الاول. اقرا ايه بس؟ اقرا ايه بس؟ يعني غاوي تخسرني، غاوي تخسرني وتكلفني يا دولة. ده انا تعبت فيها تعبانة. اقرا بس الاول. اقرا. تعبت تعبانة؟ نشوف عملت ايه في الحسابات. ايه ده؟ هي دي اللي انت تعبت فيها تعبانه؟ اللي انت كاتبه ده يا خساره خساره فرائك يا انت ايه جايب مقبوض الضرايب؟ عايز يغني لنا ولا ايه؟ يا دولة يا حبيبي، خير الكلام ما قل وزل.
وزل، انا اللي بسند نفسي ان انا قاعد جنبك وبسمعك. ايه اللي انت مهببه ده؟ يو بقى يا دوله بقى، مش دون برضك مجهود بني ادم تعب فيه؟ فين البني ادم؟ انت بني انت بتصنف نفسك غلط طول الوقت. ممكن حضرتك تفسر لي ايه اللي انت كاتبه لي ده؟ انا هقول لك يا دوله دلوقتي، مش لما مأمور الضرايب هيقراها هيقرا ايه؟ خساره خساره، هيعرف بقى ان احنا خسرانين فيقوم بقى معافينا من الضرايب. طب دي خساره خساره، فراقك يا جاره بقى، عشان ايه؟ الجيران بتوعنا هم كمان خسرانين ولا ايه؟ الله ينور عليك يا دوله يا دوله، شفت بقى الزكوانه يا دوله؟ ولا انا مش ناقص غباوه ولا، اطلع بره يلا، اطلع بره. ماشي ماشي يا دوله، كل شويه يقعد يقول لي مش ناقص غباوه واطلع بره، بزار وهو ولا الوحيد. يا هبل يا هبل، انت بتفكر مع نفسك بصوت عالي على اساس ان انا مش سامعك يا غبي يا غبي يا غبي، اطلع بره يا غبي. ايه ده انت سمعتني؟ اطلع بره يلا، اطلع بره. ناقص غباوه اهي. السلام عليكم، ازيك يا رنا؟ ازيك يا بيبي، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بقول لك ايه، بدل ما انت قاعده بتقري في المجله كده اهو، قومي اعملي لي لقمه كلها، انا جاي ميت من الجوع. يا بيبي غذاء العقل مفيد جدا جدا للروح. لا غذاء البطن اهم كتير يا ماما، لان الواحد لو ما شبعش هتطلع روحه. يا حبيبي غذاء العقل هو اللي جاي، غذاء المعلومات هو المنتشر دلوقتي، لان في ثوره معلوماتيه في العالم ضخمه جدا. يعني انا مثلا هدي لك فور اكزامبل، مثلا عندك البي سي مثلا، لما البي سي ده البي سي يا حبيبي هو البيرسونال كمبيوتر. ما تجيبليش سيره الكمبيوتر ده لو سمحت يا راني. هو في ايه يا عادل؟ وانا كل ما اكلمك تعمل كده بقى؟ عندي مشاكل كتير جدا في الشغل بسبب الكمبيوتر. في ايه يا عادل؟ ايه المشاكل؟ طمني. زفت الطين رمزي ده، انا مش عارف اعمل له ايه، يعني فعلا بيخسرني كميه خسائر ما فيش حد يقدر يتحملها. ده يا رانيا غبي جدا جدا. طب واللي عنده الحل اللي يريحك؟ يا سلام، عندك الحل وسايباه قاعد في قرابيزي بقاله قد ايه؟ ما تقول يا رانيا. الحل عندي في المجله دي. ايه سم فرن مثلا؟ اعلان عن سم فرن والله ممكن تبقى فكره، احطه له في الكوكتيل ونخلص منه. لا يا بيبي مش اعلان عن سم فرن، دي عياده جديده تقوم بتنميه الذكاء، يعني بياخدوا الواحد كده وهو غبي كده ومفلحس على عينه، وبعدين بقى ايه يقوموا عاملين له حاجات كده معينه، وبعدين فجاه يبقى جينيس واذكى واحد في التاريخ. لا انت مش فاهم رمزي، رمزي استحاله حاجه زي كده تنفع معاه، ده عباره عن كتله غباء متحركه، ده الماده الخام للغباء، يعني عارفه زي اليورانيوم كده ما بيبقى مشع، رمزي بيشع غباء، يعني ممكن ياخده منه ويعمله قنبله الغباء اللي هتدمر العالم. طب يا بيبي ما تجرب يا بيبي، انت مش هتخسر حاجه، احتمال كبير قوي الموضوع ده ينفع معاه ويتحول لبني ادم ذكي ويرحمنا بغبائه من تدمير حياتنا دائما كده يعني. لا 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 مش هينفع، عارفه خرب بيتك يا دي، خامس كوبايه كوكتيل تشربها دلوقتي وبرضه مصر ما تجيش معايا عند الدكتور. يا دوله طب وانا اجي ليه معاك عند الدكتور يا عم؟ وانا عيان اصلا؟ يعني اهو برضه نطمن الدكتور يشوف عندك مثلا عسر هضم، عسر فهم، عسر اي حاجه. لا يا دوله انا ما عنديش اي حاجه الحمد لله، انا لسه شارب يا عم خمسه كوكتيل اهوت، ولسه شارب كمان شاي قبليه، ولسه واكل سندوتشات قد دولت كده. طب يلا ما يجراش حاجه يلا، يعني بص هتيجي معايا عند الدكتور تساعدني. بقى ده اسمه كلام يا دوله؟ ده اخر الكلام يعني؟ رمزي ابو الرماميز ابن عم دوله يشتغل تمرجي؟ تمرجي ايه يا هبل؟ تمرجي ايه بس؟ ايوه دوله انت مش بتقول لي اجي عند الدكتور معاك علشان اساعده وهو بيكشف عليك؟ لا يلا بص يعني تساعدني انا، يعني مثلا وهو الدكتور بيكشف عليا لقيت نفسي عطشان تسقيني، لقيت مثلا الدكتور هيديني حقنه وانا بخاف من الحقن فانت مثلا تاخدها مكاني، لقيت الدكتور بيقول لي يا عادل عايزين ننقل لك دم فاشرب من دمك. تشرب من دم يا دوله؟ انا ما عادي، ما نقل الدم ده بالظبط حاجه بسيطه جدا، انت مش بتشوف الافلام واحد عايزين ينقلوا له دم بينيموه كده على السرير ويجيب واحد تاني ينقلوا له منه دم، يحط الشليموزه اللي معاك ده كده اهو في دراعه هنا اهو كده اهو، وبعدين تلاقي واحد تاني بقى اللي هو محتاج الدم ده بيبقى نايم تحت السرير يقعد بقى يشفط من دم. لا يا راجل صدق يا دوله انا ما بشوفش انا اللي تحت السرير دون. ماشي يا دوله انا هاجي معاك وتشرب من دم براحتك يا دوله، بس بقول لك ايه ما تحفش قوي علشان انا الدم عندي قليل. انت ما عندكش دم اصلا ما تقلقش، المهم هتيجي معايا عند الدكتور. دكتور؟ ليه يا دوله انت عيب؟ ولا ما تسمعش حاجه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل. مين فيك اللي هيكشف؟ يا حضرتك بس بعد اذنك دقيقه واحده. اتفضل. حضرتك يعني اللي معايا هو اللي هيكشف لانه غبي جدا يعني، انا بس مفهمه ان انا اللي هكشف عشان يوافق يجي معايا هنا. بس انت كمان لازم تكشف. حضرتك يعني اكشف ليه؟ يعني ده هو اللي هيكشف، هو غبي جدا، هو ما يتخيرش عن الحيوانات اللي مرسومه على الحيطه، ده غبي جدا جدا يعني. مش انت اللي تقول، انا اللي اقول. طيب حضرتك انا اكشف ليه يعني؟
عشان يحس ان انت عيان بجد. ايوه صح صح صح، الله ينور عليك يا دكتور، يعني اكشف كده وكده يعني. لا انت هتقعد على جهاز كشف الغباء. ماشي، بس برضو يعني مش كشف حقيقي ده، كده وكده طبعا. بس المهم بقى تدفع الكشف. حضرتك ادفع الكشف؟ ما انا دفعت الكشف بره عند الانسه اللي واقفه بره يعني. لا انت دفعت على راس واحده، انا دلوقتي هكشف على راسين. راسين ايه حضرتك وانت بتكشف على خرفان يعني؟ حضرتك احنا بني ادمين، ايه راسين دي؟ ايوه طب قول لي انت، الذكاء والغباء بيبقى موجود فين؟ مش في الراس؟ ايوه صح صح. ايوه بس حضرتك ما دام انا هكشف كده وكده ادفع بقى كده وكده. مين قال لك ان انا هكشف كده وكده؟ انا هكشف عليك بجد وبجد قوي كمان عشان تبقى مسبوكه قدام صاحبك. ايوه صح يا دكتور والله، الله ينور عليك. مش عارف اقول لحضرتك، اتفضل استفتحك قشطه ان شاء الله. يلا عندها بقى صاحبك ترزي. رمزي يا حضرتك، رمزي. يلا يلا رمزي. يا دكتور يخرب بيتك. انا اسف انا اسف يا دول، اسف اسف. شوف الدكتور عايزك. يلا. نعم حضرتك. تعالى عشان هتقعد على جهاز كشف الغباء. كشف الايه؟ كشف الكذب يعني، عشان الدكتور يشوفنا انا كذاب ولا مش كذاب. طب وانا مالي يا دول؟ انا مش كذاب، انا مال انا. يعني بص، مش انت ابن عمي يلا يا رمزي؟ ايوه دول. طيب يعني اللي يفيدك يضرني واللي يضرني يفيدك؟ صح. شفت بقى؟ صح يا دول. اقعد هنا؟ هنا. عرفته من البطاطس طبعا. الف سلام عليك يا دول يا رب. ايه ده؟ ايه البرونيتا دي؟ الدنيا هتنطر؟ لا ده جهاز رسم المخ. خير يا دكتور؟ لا خير تمام، الجهاز ابتدى يدخن اهو. مبطله. قوم يا ابني. شكرا يا دكتور. تقدر تتفضل بره يا استاذ رمزي. استاذ رمزي؟ يا انا اول مره في حياتي حد يحترمني ويقول لي يا استاذ. لا لا بلاش لك، اطلع بره. الله. شفت يا دكتور، يعني حضرتك ما بيجيش غير بكده فعلا. يلا دورك انت يا استاذ. حضرتك دوري ليه؟ ما خلاص هو خرج يعني، مش عايزين نعمل تمثيليه على حد يعني. ده مخ، مخ طفل ده، ممكن شوف حاطط شفاطات ممكن يتصنط. طيب ماشي يا دكتور، حضرتك قادرة طبعا. المسائل النفسية دي سيبها لي. ماشي. هي دي كهرباء ولا حاجة يا دكتور؟ لا 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 لا، مفيش كهرباء ولا حاجة، وبعدين الزم الصمت. حاضر. تمام كده؟ ابتدى يدخن. يلا. اتفضل. ماشي يا دكتور. ادي رسم صاحبك وادي رسمك، ادي المخين في ايدي. اتفضل استريح. شكرا يا دكتور. حضرتك عنده ايه يعني؟ هو تمام ولا ايه؟ والله مش عارف اقول لك ايه ولا ايه. ايه يا دكتور، هيموت ولا ايه؟ لا مش للدرجه دي يعني، انا الحقيقه اكتشفت ان هو مش غبي. مش غبي ازاي حضرتك؟ ده بص، ده المادة الخام بتاعة الغباوة يعني، بياخدوا منه ويحقنوا الناس اللي بيبقوا اغبياء بعد كده يعني. هو مش غبي، انما بقى عنده اعلى درجة من درجات التخلف العقلي اللاواعي. التخلف العقلي اللاواعي انا مش فاهمها، بس شكلها حاجة خطيرة جدا ولا يا دكتور؟ والله رسم المخ بتاعه هو اللي بيقول كده. رسم المخ؟ طب حضرتك بعد اذنك ممكن اشوف رسم المخ ده؟ اتفضل. حضرتك دي ورقة بيضة. ايوه، لانه هو ما عندوش مخ اصلا علشان يتعالج، فاضي خالص. ده في كمان بعض نقط سودا وبعض رسومات غريبه كده، ما قدرناش نفهم ايه دي، ما طلعتش في الطباعه. حضرتك اكيد النقط السودا دي التماثيل اللي بيكسرها، والرسومات الغريبه الكوكتيل حضرتك اللي بيشربه. طب ايه الحل يعني؟ كده ملوش علاج ولا ايه يا دكتور؟ لا للاسف ملوش اي علاج في مصر. حضرتك ممكن نعالجه في موزمبيق مثلا؟ ما انصحكش، ملوش اي علاج في مصر ولا في الخارج، مفيش فايده. يلا نصيبه كده بقى، هنعمل له ايه؟ استاذن انا يا دكتور. راح فين يا استاذ؟ هروح بقى. اقعد اقعد، لا تديك باللوكش. ايه يا دكتور في ايه؟ المشكله مش في صاحبك رمزي، المشكله فيك انت. في انا؟ ازاي يعني؟ ايوه يا استاذ، رسم المخ بتاعك بيقول ان انت اللي غبي. انا غبي؟ استحاله طبعا يا دكتور، انا واثق من نفسي كويس، انا مش غبي طبعا. ما تعرضنيش، ما تعرضنيش يا استاذ. اتفضل اقرا الكتاب ده وبعدين تجي لي. ماذا تفعل لو كنت غبي؟ حضرتك يا دكتور انا مش غبي، انا مش غبي، انا واثق من نفسي. اول اعراض مرض الغباء ان الغبي يقول على نفسه مش غبي. يعني مش غبي؟ خلاص انا غبي، ايه الحل يعني؟ اعترفت يبقى تتعالج. اول الاعراض ان اقول على نفسي مش غبي. تاني الاعراض ان المريض الغبي يقرا الكتاب ده.
بقى كده. طب مش قاري الكتاب؟ استنى بس دولا، بقول لك يا دولا، هو ده تمثال رمسيس الثاني ولا رمسيس الثالث؟ رمسيس الرابع. الرابع ماشي. حضرتك ده تمثال رمسيس الخامس. ولا انا قلت الخامس يا دولا؟ ما هو كده كده بيفاصل. هيفاصل في اسره يا حبيبي. ماشي. حضرتك ده تمثال رمسيس السابع. بس ده تمثال توت عنخ امون. لا هو شبهه بس. ثالث أعراض الغباء أن يقوم المريض الغبي برمي الكتاب ثم يعود ويقرأ الكتاب مرة أخرى. عيب ما تعملش كده تاني يا غبي. لا ده قصدنا أنا بقى. في حاجة دولة؟ لا مفيش مفيش. الغبي فيه شعر بيضة في رمش عينه اليمين. مش بسيطة. ولا رمزي عندك مراية؟ يا دولة أهو خد يا دولة. وريني كده أهو. الحمد لله مفيش اي حاجه في رمش عيني اليمين ولا عين الشمال حتى. يبقى انا كده مش غبي يا معلم. عندما تقرا هذه الفقره وتذهب الى المرايه بسرعه وتنظر فيها فاقتنع داخليا انك غبي جدا جدا جدا. انت يا غبي. ايوه. ايه يا رمزي ما ترد على الاستاذ؟ ما انا واقف هنا بقول. انت مش فاهم في التماثيل بتبيع ليه. اكيد انت غبي واللي مشغلك اغبى منك. كده زفت جبتلي الشتيمة. أنا أول مرة حد يقول عليا غبي. كذاب طول عمرك غبي. السلام عليكم. دايم لوجه الله. يا جماعة أنا عايزكم في موضوع مهم جدا. وحدوه. أنتوا مش هنا ولا إيه؟ إيه ده يا عادل؟ إيه الفضيحة دي؟ فضيحة إيه يا ماما؟ الواد رمزي عشان لابس اللبس ده لبس مساعد حانوتي. أنا اخترته من وسط كل المساعدين اللي عندي لأن الواد ده شاطر قوي يعني. الحمد لله، وإن شاء الله بأمر الله هبقى حانوتي قد الدنيا. يا سلام، وأنت بقى فخور بالعمل الجديد ده مش كده؟ طبعًا يا نقنق، ده أنا هموت من الفرحة. المهم تموت يا رمزي، سيبك بقى من الفرحة دي، أنا اللي هفرح لما أدفنك بإيدي يا ده. يعني أنت عاوز إيه دلوقتي يا حنوتي؟ أنت عايزنا إن إحنا نعمل لك حفرات على الأرض؟ لا لا لا، من غير حفرات ولا حاجة، رمزي هو اللي هيتولى موضوع الحفر ده، مش كده يا ده ولا إيه يا رمزي؟ طبعًا يا معلمي. أمال إيه؟ أنا عايزكم بقى في حاجة تانية خالص، أنا عايزكم يا جماعة تساعدوني إن ألاقي أول زبون أدفنه بقى إن شاء الله. يعني ايه مش فاهمه؟ يعني عايز تاخد واحد مننا يعني تبدا بيه حياتك؟ لا لا انتوا لسه، بس ان شاء الله على ايدي برضو ما تقلقوش يعني. لكن انا بفكر في حاجه تانية خالص، انا بفكر ان انتوا تشوفوا حد من عيلتنا يكون خلاص قرب يخلص شحن تقولوا لي عليه اروح ازوره اديهم الكارت بتاعي، اول ما يموت يقولوا لي بقى عشان اروح ادفنه بقى. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ ما ينفعش طبعا. انت عايز فضيحتنا تبقى بجلاجل يا دي الخيبه؟ يا ابني فكر في مراتك، تقول انا متجوزه حنوتي؟ فكر في اختك لحمك ودمك، لما حد يجي يطلبني عريس اقول له ايه؟ روح اطلب ايدي من اخويا الحنوتي. فكر في بنتك ياسمين، تقول ايه لزميلها في المدرسه؟ بابا حنوتي. مش احسن ما تقول لهم بابا مفلس؟ يا جماعه ارجوكوا لو سمحتوا انتوا كعيلتي ساعدوني يا جماعه، ادوني اسماء بقيه العيله اللي قربوا يقطعوا شحن بعد اذنكم. يلا يا معلمي يلا، احنا باين علينا كده اهو، مفيش اكل عيش لينا هنا اهو. يلا ماشي، يلا بينا يا رمزي، يلا بينا. عموما انتوا الخسرانين، بعد كده هتتحايلوا عليا عشان تشتغلوا معايا وانا اللي هرفض. يلا وحدوه. دايما لوجه الله. يا جماعه اتفضلوا، مفيش حد غريب. هناء وامل اخواتي احفاد المرحوم جدي. وحضرتك كويس ان انتوا استعنت بيا يعني، وانت عرفت عنواني ازاي؟ انا لقيت ورقه في الارض مكتوب عليها حانوت السعاده الابديه فاتصلت بيك فجيت. حضرتك يعني متأكد ان هو مات يعني؟ ان شاء الله يكون مات، لانه كذا مرة قبل كده تجيله غيبوبة نص ساعة ونفتكر انه مات يصحى تاني، المرة دي بقاله ساعة ونص، فان شاء الله يكون مات، صح ولا ايه؟ لا ان شاء الله يكون مات بإذن الله يعني، والف يعني بإذن الله. الباقية في حقكم يا جماعة، شد حيلكم مال. ايه يا عم؟ انت هتخطب؟ خش في شغلك وخلصني. واضح ان مش حضرتك بس اللي مستعجلة على الميراث يعني يا استاذ شاكر. الله يرحمه كان بخيل ومطلع عينين الكل. ده احنا مشفتاش معايا يوم واحد حلو. خلاص يا اخوانا بقى، الباقيه في حياتكم يا جماعه يعني، شد حيلكم مال، ما تخلونيش اخش اولع في المتوفي. وحدوه. انا جاهز يا معلمي. جاهز جاهز بعده الدفن على طول، مش في حاجات بتعمل. اتفضل اتفضل. هي الاوضه دي؟ ايوه اتفضل. وحدوه. دستور. لا اله الا الله. ولا
يا رمزي ما تثبت يلا ايه الرعشه اللي انت فيها دي يلا يا دولا يعني انت اللي مش خايف انت اللي مش خايف لا دولا مش خايف انا مرعوب يلا طب هنعمل ايه دلوقتي يا دولا بص بقى يلا رمزي انت هتروح تكشف المتوفي وبعدين انت هتغسله بقى وبعدين انت هتقوم بقى تدفنه بالكفن ولا الحاجات دي وبعدين انت بقى تدفنه بقى وخلاص ايه يا دولا اللي انت وانت مش هتعمل حاجه دولا يلا هو كل حاجه انا اللي عاملها مش انت المساعد بتاعي يلا انت اللي جاي تساعدني امال هتساعدني ازاي يلا ايوه دولا ما انا المساعد بتاعي بس انا جاي اتعلم منك طب بص عشان تتعلم هات دول وخش عليه اكشفه بس بالراحه لان المتوفي بيحس ان هو ميت باين ولا ايه يلا 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 عمل لك ايه؟ الحقنة دول قدر ظروف يا دول قدر ظروف وانا مين اللي قدر ظروفنا يا لا يخرب بيتك مين اللي قدر ظروفنا؟ طيب هنعمل ايه دلوقتي يا معلمي؟ معلمك ايه؟ وانت شايفني واقف في سلخانة بس انا جات لي فكرة يا لا جات لي فكرة ايوه احنا ناخد بعضنا كده ونعصرها ونروح لا نروح يلا عايز تشمتهم فيا يلا يلا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ بس بهدوء احنا ايه انا وانت هنهجم على المتوفي هجمة رجل واحد اللي هو مين اللي هو انت وبعد كده نخلص على طول بعد كده هي دي بس عشان اول مره بعد كده اما نتعود بقى نخش على الميت تك 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 نخلص على طول لا خش انت تك تك الاول وانا بتعلم وراك انت وانا وراك يا دول انا وراك انا مش انت خيخه ليه يلا كده ما تخش يضع الحته وخلص يا مالك يا رمز في ايه ولا غاز شايف اللي انا شايفه وانا ده الحكايه باين عليها بقت مرقبه خالص انت مين وايه اللي جابكوا ايه حضرتك انا حنوتي وده المساعد بتاعي حضرتك حلانه الكلام ده يا حرام يا نوري منك ليه انا هطلب لك البوليس صح انا حرامي وعايز البوليس عايز البوليس حضرتك انا حنوتي هو حرامي وعايز البوليس هو حر بس حضرتك انا حنوتي وكنت جاي انا عشان اتصرف مع حضرتك يعني انتوا حراميه لا حضرتك والله مش حراميه ولو حضرتك مش مصدقنا ممكن تسال شاكر حفيد حضرتك يعني يا ولد ولد يا شاكر ايوه جد تحت امرك انت صحيح جبت الحنوتي ده والمساعد الحيواني اللي معاه ده فاكرني مت خلاص انا ما اعرفهمش اساسا يا جدو وبعدين يعني ايه مات واحد نام له ساعه يبقى مات ساعه ونص وانت بقى مرض كمان ما كنت مستني الورث ورث ايه يا حرامي منك ليه جدو حبيبي مش مخلينا عايزين اي حاجه طب حضرتك انا عندي اماره تانية بقى امره اخواته اللي اسمهم امل وهناء اللي قاعدين بره لابسين اسود ومستنيين موت حضرتك يعني جدو حبيبي نومي العوافي جدو خد العصير الحلو ده من ايدي هاتي خسارة فيكو اظن بقى كده يا جدو عرفت انهم حرامية وكدابين حرامية وكدابين ايه حضرتك احنا مش حرامية ولا كدابين والله ده هو اللي قايل لنا ده احنا حنوتية عاديين يعني اخرس يا حرامي منك ليه انا عايز البوليس بس يا حرامي منك لو ودلوقتي كل واحد هياخد جزاؤه منكو بحق الله عادل 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 يا عادل 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 في ايه في ايه ايه في ايه الساعة بقت 8:30 وبقالي شوية بقى صحيك 8:30 طب معقولة يعني يا رنا صحيني قبل معادي بخمس دقايق انت ايه ما بتفهميش خالص مش عادل انا ما بفهمش ايه الطريقه اللزجه المتزحلقه دي اللي انت بتكلمني بيها ما يا هانم لما تصحيني قبل ما اصحى يعني بخمس دقايق تبقى ما بتفهميش وتستاهل الضرب وبالخرطوم كمان بالخرطوم عايز تضربني بالخرطوم يا عادل حرام عليك طب افرض بقى الخرطوم كان فيه ميه اغرق انا يعني ولا اغرق اقفل المحبس واضربك بال يا رانيا يا رانيا الملح اللي انت حطاه في الفول ده ملح زياده بقى لنا 10 سنين متجوزين ولغايه دلوقتي مش عارفه تظبطي الملح في الاكل
الا النسب، الا النسب، كلمني عن اي حاجه الا النسب. شوف انا المراه النسبيه، انا حاطه الملح على الاكل بشكل مطابق للمعايير الجوده العالميه الايزو. انا ماليش دعوه بالعلمانيه اللي انت بتقولي عليها، انا عايز المعايير دي طبقا لبطني يا هانم. يا حبيبي افهم افهم، انا عامله خلطه جزيئيه بحيث ان انا بحط الملح على الميه بنسبه 1 ل23 وربع بوصه في الميه، علشان الاخير عباره عن جزيئات، جزء جزيئ يعني منه ميه وجزيئ اخر ملح وجزيئ فول. بعد كده بقى الاكل لما هينزل معدتك هيحصل له حاله انشطار فتشبع. انشطار؟ انت بتقولي لي اي كلام، اي كلام بتقوليه وخلاص. انشطار جوه معدتي ليه؟ معدتي مفعل نووي، بقول لك مش واجب. احسن، ويكون في معلومك، يكون في معلومك ان اسلوبك في الحوار معايا اصبح متدني واصبح لا يطاق يا عادل. هو ده اسلوب يا رانيا، هو ده اسلوب. اذا كان عاجبك بقى انت فاهمين النهارده اسلوبي عامل ازاي في الحوار، هو اسلوبي كده ومش هعرف اغير اسلوبي، وهو كده من يوم ما اتولدت انا كده. الله، مالك يا عادل؟ في ايه؟ نعم نعم. الله، في ايه؟ مفيش. بابا بابا بص يا بابا، الرسمه دي ايه؟ الرسمه دي ايه؟ دي ايه؟ دي ايه الرسمه؟ ايه دي؟ ايه يا بابا؟ رسمه الربيع. ربيع ايه ده؟ خريف. ودي رياح خمسين، رياح خمسين ايه؟ ما دام ما بتعرفيش بترسمي، ترسمي ليه بس يا ياسمين؟ يعني يا بابا الرسمه مش عاجباك؟ اه مش عاجباني، رسمه وحشه. ما دام ما بتعرفيش ترسمي، ارسمي اي حاجه سهله، ارسمي حمار، ارسمي معزه، لكن الرسمه اي كلام اي كلام. الله، ايه يا عادل انت بتكلم البنت كده ليه؟ معلش يا ماما، ما احبش حد يتدخل في تربيه البنتي. بس مش معقول كده كمان، دي طفله يا عادل وملفظاتك وحشه معاها، خلي ملفظاتك سعد معاها. ملفظاتي يا حماتي لو سمحتي ما تتدخليش بيني وبين بنتي يا حماتي بعد اذن حضرتك، كفايه ان انت مش عارفه تربي بنتك اساسا. ايه اللي انت لابساه ده نجلاء؟ انت رايحه السيرك ولا ايه؟ في ايه يا ابي؟ في ايه؟ ايه اللبس المهبب ليه؟ خش غيري، خش غيري. خش غيره، خش غيره. مش عايز كلام. عادل، المعلم عرجون جاي لنا من اسوان مخصوص عشان يشتري مننا احنا، تقوم ترد عليه كده برضه؟ بصراحه انا معلم مسخوط، انا متضايق ومتنرفز جدا من اسم عرجون ده، بيفكرني بماتش الاهلي والنجم الساحلي اللي الاهلي خسر فيه الكاس. يا عم واحنا مالنا ومال الزمالك واللي بيحصل فيه؟ خلينا في ماتشنا احنا، قصدي في شغلنا. لا مؤاخذه يا معلم عرجون، معلش قول لنا طلباتك ايه تاني؟ أنا عايز 500 ورقة بردي مكتوب عليهم باللغة الهيروغليفية. اللغة الهيروغليفية؟ ما هو لازم يبقى مكتوب عليه باللغة الهيروغليفية. أمال حضرتك يعني ورق بردي هيتكتب عليه بإيه؟ هيتكتب عليه باللغة العربية؟ ما صايب نجير دمو، إيه دي؟ نكد عليك يا أخي، أنت مش طايق لي كلمة ليه يا أستاذ عادل؟ لا مش طايقك إيه بس؟ إهدى كده يا معلم عرجون، جريء يا عم عادل، جريء ما تهدى بقى، ده زبون تقيل هتطيره مننا. تقيل على نفسه وتقيل جاي يتقل نفسه هنا أهو، لا لو مش عاجبه الوزن ده نوزن بره. جريء عادل، أنت كده هتبوظ لنا البيعة بخناقك وزعيقك ولسانك اللي بينقط زفت ده. أنا لساني بينقط زفت؟ أنت جاي أساساً تفهمني أنا البيعة. جريء يا أستاذ، أنت نسيت نفسك يا مسخوط ولا إيه؟ ده أنا اللي كل مرة بخلص كل حاجة وانت تبقى قاعد زي البروتا وفي الآخر تاخد نسبتك. جاي عادل، لا اقف عدل واتكلم عوج. بقولك ايه، انت اللي نسيت نفسك، ده احنا اللي معلمينك الصنعة. مين اللي معلمني الصنعة؟ انت اللي معلمني الصنعة. ده انت جاي اساسا مصر ان هو انت مش فاهم اي حاجة، ما انتش عارف الفرق بين تمثال رمسيس وبين الهرم. يا جماعة عيب كده، انتوا تجار كبار وشركة مع بعض، وبعدين انت مهجوج يا معلم مسخوط، ازاي يعني ما تعرفش الفرق بين تمثال رمسيس والهرم؟ يا سلام، انت جاي عليا انا؟ طب اساله هو، عليا النعمه ما يعرف. مين اللي ما يعرف تمثال رمسيس في ميدان رمسيس، تمثال الهرم في ميدان الرمايه؟ ما هو يعرف اهو يا معلم مسكوت، امال بتتبلع الاستاذ عادل ليه؟ جاي عجول، انت جاي لي من اسوان مخصوص عشان تنصره عليا؟ وانت يعني اللي جاي لي من طنطا عشان تزعق فيا هنا؟ وانتوا الاثنين جايين لي من الاقاليم عمالين بتعالوا صكوا عندي في المزرعه. اطلعوا بره، يلا اطلعوا بره. طلعوا على الله، اطلعوا بره. السلام عليكم. بس يا جماعة، ايه يا جماعة صوتكم جايب اخر الشارع دولة؟ ايه دولة؟ وانا اسيبك نص ساعة ارجع الاقيك مشكل طوب الارض. عكروا دم يا لازفت يا رمزي. ايه ده بس يا دولة كده يا عم؟ في ايه يا معلمين؟ مفيش. ايه ده معلم عربون؟ عربون؟ ليه؟ شايفه جاي من اسوان على فطورة؟ لا والله، انا جاي في النيل على مركب بلاليس. كده هون يا دولة؟ كده هون تكسف ذاتيتي قدام المعلم عربون وقدام المعلم مسلوخ؟ ذاتيتك؟ وانت ليك ذات اساسا؟ انت نكر يا هلا، نكر مالكش قيمة يا هلا. انا دولة. اهدى 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 اهدى، سيبني عليه. اهدى اهدى بس يا استاذ رمزي، اهدى يا استاذ عادل، ده ابن عمك برضه. ولا ابن عمه؟ انت مالك انت ابن عمه ولا مش ابن عمي؟ اها، بيقول لك ابن عمه. ايه يا شيخ؟ قول له يا شيخ، قول له. انتوا جاي انت جاي بس يعني اطلع بره، اطلع بره. يلا بره، اطلع بره، اطلع بره. وانت كمان بره. انا دولا. يلا انت بره. نكر واطلع بره. اهو دولا، اهو احنا اتنين شباب.
ايه ده؟ مين؟ هيثم ابن ابلة امال؟ انت تعرف ماما؟ طبعا، انت مش فاكرني انا اللي كنت بضربك على اخاك في الحضانه. عادل، ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك يا هيثم؟ عامل ايه؟ اتفضل. لا اتفضل، انت دي قهوتي اساسا. اهلا وسهلا. بس انت شكلك اتغير كتير قوي يا عادل من ايام الحضانه. من ايام الحضانه بقالها بتاع 10 سنين اكيد اتغير يعني. وانت برضو شكلك اتغير خالص. انا فاكرك لما كنت بتبقى شايل الزمزميه اللي هي عماله بتنقط ميه وما بترضاش تشربنا، وكان بيبقى معاكي كمان اللي هي المصاصات ام صفاره دي، ما كناش بنلاقيها. رجعتني لاحلى ايام حياتي والله. تشرب يا بدوي. ايوه جاي يا نعمين يا استاذ دوله. تشرب ايه؟ ممكن لو سمحت من فضلك بعد اذنك يا استاذ تجيب لنا 2 شاي من ايديك الحلوه دي؟ انا استاذ؟ عينيا يا استاذ، وعندك 2 شاي وصايه. بس انت اتغيرت قوي يا هيثم عن زمان. زمان كنت بتقعد تزعق للعيال وتخطف منهم السندوتشات على اساس ان مامتك هي النظره بقى، فكنت بتقعد تضايق الناس كلها بما فيهم انا يعني. يا عادل، مفيش احسن من اللسان الحلو ده. احلى 2 شاي على ميه بيضه للبهوات. ميرسي، متشكر جدا. على فكره انت مش المفروض تشتغل في قهوه، لا، انت المفروض تشتغل في فندق 5 نجوم. انا سعاده البيت اشتغل في فندق 5 نجوم؟ ربنا يكرم اصلك يا سعاده البيت. شفت يا عادل؟ ده بيعمل العجب. ايوه بيعمل ايه يعني؟ ما هو نزل لنا شاي عادي، يعني ايه اللي حصل؟ انا لما قلت للقهوجي 2 حلوين مجامله، شفت عمل ايه؟ واحلى ورده للاستاذ. يا صباح الفل يا سعاده البيت. صباح الجمال. ميرسي. شفت يا عادل؟ مش قلت لك ده بيعمل العجب؟ يعني هو اللسان؟ ايوه اللسان. ايه اللسان؟ او انت خريج ألسن يعني قسم لحمه راس ولا ايه؟ اقصد ان باللسان الحلو هتاخد كل اللي انت عايزه وزياده كمان. انا مثلا عندي شقه وعندي فيلا وعندي فلوس البنك ومتجوز 2، وباللسان ده ما قعدوا مع بعض في شقه واحده وانا قاعد في الفيلا. يعني كل ده عشان اللسان؟ ايوه. بس انت يعني بتتكلم على 2 ستات، انا عندي 6 ستات، دول محتاجين 6 لسنة على الاقل. يا عادل، هو لسان واحد حلو هيحل لك كل مشاكلك، حياتك هتستقر وشغلك هيمشي. معقوله اللسان ده يخلي كل الناس في جيبي؟ دولا، انت بتغيظ مين في المرايه دول؟ يعني هكون بغيظ مين يعني؟ اصل انا شايفك دولا يعني مطلع لسانك للمرايه دولا. لا يعني هطلع لساني لنفسي. يا هبل، دي حاجه بيني وبين نفسي. انت مالك انت؟ عرفت يا دولا، انت اكيد بتقرا اللسان صح؟ زي الناس كده اول ما بتقرا الكف وبتفتح المناديل يا دولا. بيفتحوا المناديل؟ ده على اساس بيبقى عندهم زكام. ايوه يا سيدي، انا بشوف الطالع وبقرا البخت. طب ما تشوف يا دولا لسانك ده وتقراه لي يا دولا وتشوف لي الطالع اهو. يا ابني انت لسانك ما ينفعش يتقري، انت لسانك ينفع يتقطع بس. طب قول يا دولا، فرحني. ها؟ قدامك سكه هبل. وايه تاني يا دولا؟ ولا انت واكل كشري يالا؟ ايه ده؟ لا مش ممكن. وعرفت دي كمان؟ يا ابني سهله يا ابني، ما في عدس على لسانك يا هبل. يلا اجري روح شوف شغلك وشوف التماثيل اللي انت هتكسرها. لا مش هكسر تماثيل يا عم، كل شويه. حتى ده كمان كسرته؟ ده التمثال الوحيد اللي انا فرحان بيه، حتى التماثيل بتكسرها يا غبي. يا ولا غور من وشي، يلا غور من وشي، مش عايز اشوف خلقتك. ايه دولا بقى انت كل شويه تزعق لي يا عم؟ اوف، ده ايه الشغلانه اللي انا مش طايقها دي؟ اكتر شغلانه وحشه انا اشتغلتها في حياتي. اكتر شغلانه وحشه؟ يا سحوش حوش الشغل اللي انت حد شغلك ولا عبرك غيري؟ امشي من قدامي دلوقتي. ايه دولا بقى؟ لا مش انت اللي قلت لي اللي انت هتكسره؟ ولا يا رمزي، هو انت ممكن باللسان تقدر مثلا تقنع اي حد باي حاجه؟ طبعا يا دول، على فكره انا لما بحب يعني اقنع اي حد من اصحابي باي حاجه انا عايزها بقوم بقى واخدهم وعازمهم بقى على ايه، لحمه راس ولسان، باكلهم لسان يا دول بالخل والتوم والجيري. والتوم والجيري بيتكلم يعني ايه؟ بيتاكلهم كرتون يهبل. يا دولا معروفه يا دولا، اطعم الفم تستحي الديل. تستحي الديل على اساس عازم معاك حمير والديل بتاعهم بقى يستحي ازاي يعني؟ على غور يالا، غور يالا انت هبل ولا بتعرف تتكلم ولا بتاع. امشي امشي. طيب ما تبقاش تسالني، بسال التماثيل يا اخويا. يلا التماثيل لو انا سالتهم هيفهموا احسن منك يا غبي. طب ما سالتهمش ليه؟ يلا. طب ما جرب حكايه اللسان دي مع الواد رمزي.
ولا رمزي ما تخافش ما تخافش هتضرب تاني لا, لا 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 يا ابني ده انت ابن عمي يلا ماشي. انا معقوله هضربك ده انت حبيبي يلا ده انت حبيبي ده انا بحبك يا رمزي عارف ده انت كفايه بس انت شايل شغل البازار ده كله على كتفك يا ابني والتماثيل اللي انت بتكسرها طبعا غصب عنك ما تبقاش قصد زي اللي هو بتاع نفرتيتي ده الله يحرقك لكن عادي والله يا رمزي انا بفكر بجد هعينك مدير عام على التماثيل كلها اللي في البازار دولا انت بتكلمني انا ولا بتكلم مين ايوه بكلمك انت يا ابني ده نتيجه مجهودك مش نتيجه انك قريب ولا حاجه انا دولا انا بحبك يا دي يا رمزي انت ما كنتش عارف كده ولا ايه الله يا دولا حبيبي يا دولا حبيبي يا دولا حبيبي ماشي هضطر استحمل الاحضان والدوس ماشي يلا انا هنضف كل البازار يا دولا هوا هوا من غير ما اكسر ولا تمثال يا دولا ياه يا مدام حكايه التمثال جابت نتيجه مع الواد رمزي يبقى ممكن تجيب نتيجه مع ناس ثانيه أجرب مصروط ألو يا معلم مصروط أيوة أنا عادل سعيد أخبارك إيه؟ لا يا عم زعلان مني إيه؟ المهم أنت أخبارك إيه وأخبار المساخيط الصغيرين إيه؟ الله يخليك لا من غير ما تزعل ولا حاجة بص يا سيدي أنا ممكن أقابلك أنت والمعلم عرجون كمان نص ساعة في القهوة خلاص بقى؟ خلاص ماشي ماشي حليب يا قشطة ماشي مع السلامة مع السلامة يوه بقى يا عم انا مش ناقص بقى للمناهدة دي مفيش قلب يا دول المناهدة ايه ايه في ايه الزبون ده يا عم عايز ياخد التمثال ده هون قال ايه ب20 جنيه بس يا رمزي لازم تتكلم مع الزباين لازم لسانك يبقى حلو اهم حاجة ده ها انا اوريك تعلم مني تعلم مني اه ماشي يا مدرسة it's for free it's for me yes it's for really? You Really? Thank you. Thank You're you. welcome. Thank You're you. welcome. Thank you. Anytime. ايه ده دولا ده؟ اروح الحقه يا دولا ده خدوا ببلاش يا دولا. يلا ما انا اللي قاصد يلا. بص تمثال زي كده مش مكلفنا حاجه بس هيكسبنا زبون، الزبون يجيب 100 زبون، اتعلم يا ده اهم حاجه اللسان الحلو. بابا. ايه يا ياسمين يا حبيبتي؟ تعالي عايزه ايه؟ بابا. انا سالت مقاس الرسم بتاعتي وقالت لي ان مفيش مسابقه اسمها كراريس الرسم الدوليه لا دي كانت موجوده ممكن تكون اتلغت لكن كانت على ايامنا كراريس الرسم المسابقه موجوده يعني وكمان المدرسه بتاعتي قالت لي مين البق اللي ضحك عليكي وقال لك كده قالت لك مين البق ايه البق اللي قالته ده ما هو المشكله جه يظهر عتل ولا ايه مش عارف ابي عادل فين بقى اللبس اللي قلت هتجيبهولي انا بعت كل هدومي خلاص ومش عارفه اخرج من البيت دلوقتي ما انا كنت هجيب لك لبس بس اللي هو صاحبي اللي هو عنده محل بتاع لبس ده المحل ولع فحصل ماس كهرباء بعد ما المحل ولع فهو يصلح الماس في الولعه وهجيبهولك يعني ان شاء الله يا بيه حرام عليك بقى كفايه كلام عادل خلاص جهزت كل الشنط عشان سفريه رحله القمر طالب بصي ايه ده انت جهزت الشنط بحقه حقيقي ولا ايه يا رن؟ اه طبعا انت فاكرني بهرج الشنط جوه في الاوضه فين التذاكر؟ التذاكر ما هو بص يا رن انا غيرت وجهه السفر يعني مش هتبقى زي ما قلت لك تايلاند والصين لا هتبقى حاجه تانية فين؟ هتبقى اللسان ايوه انا حته السلام عليكم يا رمز السلام لحظه حته مع السلامه ازيك يا دولا ايه ده يا رمزي فين التماثيل وفين البضاعه اللي كانت هنا بعتهم يا دولا بعت كل التماثيل اللي في البازار واللي في المخزن كمان بعتهم كلهم ده اول مره في حياتك تعملها انت طول عمرك كنت تكسر التماثيل لكن عمرك ما بعت تمثال واحد بعتهم لمين دول كلهم يالا تلميذك يا دولا تلميذك يا معلم في بقى دولا يعني اتوبيس سياحي كتير قوي كده هو في اجانب جم على هنا هو يا دولا الظاهر ان الراجل اللي جه هنا هو اللي بعتهم الراجل اللي انا اديته تمثال هديه هو اللي بعت شفتي يا ابني يا ابني قلت لك الكلمه الحلوه اللسان اهم حاجه اللسان تبيع الجن الازرق طب انت كنت بتتعامل معاهم ازاي هم اجانب اجانب دول شعرهم اصفر كده وعينهم خضره وشفايفهم بامبا شفايفهم بامبا اه اجانب دي اجانب الغراب دول طب انت كانوا بيتكلموا ايه يعني انجليش يا واد يا بتاع انت بتعرف انجليش يا ده رمزي يس يا دولا يس يس يعني لو مثلا عايز تقول لحد تعالى هنا تقول له ايه اقول له كم هير ماشي لو عايز تقول له روح هناك
بروح انا بقى هناك وبقول له كم هير. جدع يا ما بتتصرف برضه يا لا. ويلكم تو ايجيبت، ويلكم تو ايجيبت. وسيت داون، وسيت داون وكده اهو. اه طب وتفاح يعني ايه؟ التفاح يعني بنانا. بنانا بيتك انت عارف كله يا لا. الله يا دول. الله المهم فين الفلوس بقى بتاعت البضاعه اللي انت بعتها؟ فلوس ايه دول؟ انا ما بعتهاش بفلوس ولا حاجه. امال بعتها بايه؟ بدهو بالكلمة الحلوة دي زي ما انت علمتني بالظبط. فري 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 فري، قلت لهم فري 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 وخدوا كل الحاجات وسافروا بقى. فري فري وقلت لهم ويلكم ويلكم. اه دول ويلكم ويلكم يا سواد ليلكم. تعالى لي ما عندكش اي حاجة يا استاذ عادل، انت زي الفل. زي الفل ازاي يا دكتور؟ حضرتك يعني ده انا حاسس بأرق جامد جدا حضرتك، ده انا ما بعرفش انام خالص يعني. انا بقول لك انت ما عندكش اي حاجه، بس نصيحتي ليك ما تفكرش كتير. هو ده بس العلاج؟ طب حضرتك مثلا ما فيش حبايه، ما فيش دواء، ما فيش اي حاجه، على الاقل اعمل بالقرشين اللي حضرتك واخدهم يعني. الدواء اللي معايا ده مش بتاعي يا استاذ عادل، ده بتاع زبون. بتاع زبون؟ يعني الزبون ده اجدع مني؟ الزبون بيدفع لك فلوس وانا بدفع لك طوب يعني؟ انا بصراحه مش هيجي لي اغلى منك يا استاذ عادل، بس لازم اقول لك حاجه، الدواء اللي معايا ده بينيم يومين. يومين يا استاذ عادل؟ حبايه واحده تنيم يومين بالظبط. متشكر قوي يا دكتور، ربنا ما يوقف لك رمزي في طريقك ويجيب لك صداع زي كده. ربنا عليك. سلام عليكم. الله يخليك. مع الف سلامه يا دكتور. حبايه تنيم يومين، اهلا اهلا اهلا. انا مش محتاجها، انا اعملها الرمزي. وادي كوباية الشاي بتاعته، ويا سلام كل يوم انيمه يومين، كل يوم يومين. تعالالي يا رمزي. ايه الراجل الغامض ده؟ ايوه استاذ، تحت امر. انا بس كنت ايه ده؟ مين؟ ابراهيم عطا، مرعب تانية خمس علوم. مين؟ عادل سعيد، رفيق كفاحي في الحياة. ازيك؟ انت فينك يا راجل؟ عامل ايه؟ لا رفيق الكفاح ايه بقى؟ الكفاح ده كان زمان، دلوقتي يا سيدي عندنا الكفاح في الدنيا بقى، البازار والبيت والعيال. اهلا اهلا، اتفضل. اخبارك ايه يا عم؟ انت عارف طبعا اني اتخرجت من كليه الشرطه، ودلوقتي بعمل تحريات عن قضيه كبيره قوي. انت طول عمرك كان نفسك تبقى شرطه واكشن، تحريات بقى قضيه كبيره اكيد، ده قضيه مخدرات مثلا؟ لا تجاره سلاح. يا صباح البارود. طب وده ايه علاقته بالشارع بتاعنا يعني؟ في اتنين بيقعدوا على القهوه اللي جنبكم، كمان نص ساعة هيتفقوا على شراء صفقة سلاح كبيرة قوي. آه صفقة سلاح، وانت بتراقبهم عشان تقبض عليهم؟ طب انت مش لابس اللبس بتاع الضباط اللي هو بنجومه كده ليه؟ ده انا لازم اظهر كده، لان انا بوليس سري، ومش معقول افضل اراقب الناس شهور طويلة جدا وانا لابس لهم ميري. آه فكرة برضو، فكرة صح، برافو عليه. اما انت لو لابس ميري هيعرف انك ظابط. صح صح صح. وخلاص هانت العملية دي، اصلها كبيرة قوي واكيد هاخد فيها ترقية. اه والشنطه اللي معاك دي بقى ان شاء الله تاخد الترقيه، الشنطه دي بقى بتاعت الشغل ولا عده الشغل؟ اجهزه تصنط وكاميرات مراقبه. لا ربنا يوفقك ان شاء الله. انت ماسك دماغك ليه؟ في ايه؟ باين عليا خدت ضربه شمس، حاسس بصداع. ما لقيش عندك حاجه للصداع؟ تلاقي عندي حاجه للصداع طبعا، يعني انا كفايه بس شنطه الاسعاف اللي هي بتاعت العربيه دي، بس ما اعرفش تشتغل جوه البازار ولا لا. هجيبها لك، ولو ما ينفعش هجيب لك المسلق دي. هجيبها لك، هتصرف هتصرف. ميل وزنين يا وحش. وايه اللي متلقى هنا ده؟ انت جبت الحبايه؟ حبايه ايه يا عم؟ ايه ده ماسك راسه يبقى اكيد عنده مغص. اكيد. خد اشرب شويه شاي دي يعني يمكن تخف ولا حاجه. اشرب. لا حول ولا قوه الا بالله. لا 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 اشرب 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 اشرب. لا اله الا الله، انت ايه اللي جابك هنا وجاي تموت عندنا هنا ولا ايه؟ ها فقت ولا ايه؟ بص انا لقيت حبوب، بس هي منتهيه الصلاحيه لكن شغاله يعني. انت ايه يا ده عملت ايه؟ دول انا خلاص يا دول قمت باللازم كله يا دول، وشرب كوبايه الشاي هون، وزي ما انت شايف خافف اهو. خفيف؟ اشرب الشاي. مش ده شايك؟ من امتى كان عندك الكرم ده؟ بتديله الشاي بتاعك يا ابراهيم؟ ابراهيم ابراهيم، ده فيها يومين يلا يخرب بيتك. اعمل له ايه؟ اعمل له ايه؟ طب انا اعمل ايه يا دولا؟ طيب ما انا لقيته كده هو يعني، فمش مهم بقى دولا، اللي انكسر يتصلح يا دولا. يتصلح ايه ويتهب بايه؟ طب وشغله يا ابني؟ والترقيه اللي مستنياه؟ والسلاح؟ سلاح ايه يا دولا؟ سلاح التلميذ؟ انت بتتكلم كمان؟ بتهزر بتهزر؟ ده الراجل ترقيته هتوقف. اعمل ايه؟ لازم اتصرف.
لازم اتصرف. هات لي الشنطه دي يلا، هات لي الشنطه دي. ماشي، شنطه ايه ده دول؟ هو بيصلح دشاشي؟ هات الشنطه وحط الضماده. هات الشنطه وريني فيها ايه. حاضر. انا احاول انقذ ما يمكن انقاذه يعني. وريني وريني يا ابراهيم، يا ابراهيم. مش مهم بقى دول. ده ايه ده؟ ايه ده دول؟ ده اكيد اجهزه التصنت. تصنت ايه دي؟ اسمع كده، سامع حاجه؟ لا يا دول، ما هو ده التصنت، ما حدش يسمع. ماشي يا دول. الصور دي، ده اكيد صور المجرمين. مجرمين ايه دول يا دولت؟ دي صور المجرمين. انا لازم اتصرف يا لا، لازم اتصرف. اتصرف ايه يا دولت؟ تعمل ايه؟ بقول لك ايه، انا هكمل مسيره وانا اللي هعمل العمليه دي بنفسي. عمليه ايه دول؟ انت بقيت دكتور ولا ايه؟ اسكت اسكت، ما توهوش عليا. ها سيبني سيبني، ما تشوشرش خالص. العمليه دي لازم انفذها. انا هطلع على القهوه يا لا، لو بعد ساعه لقيتني ما رجعتش بلغ البوليس. حاضر يا دولة. بعد ما تبلغ البوليس بساعه، واخد بالك، لو البوليس ما جاش بلغ البوليس تاني. حاضر يا دولة. انا وراهم والزمن طويل. ماشي ماشي. يخرب بيتك، اوعى 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 من وش يا ابراهيم. يا ابراهيم ماشي، انا هنفذ العمليه. خلص ماشي يا دولة. ماشي ابراهيم. خرب بيتك يا رمزي، هعمل ايه دلوقتي؟ اخش عليهم ازاي واتكلم معهم ازاي؟ حته يا استاذ عادل، انا اخرس. لا حول ولا قوه الا بالله. امتى الكلام ده حصل؟ يا دي انت عبيط يا ادم، انا بتكلم معاك اهو، بس عايزك تتعامل معايا ان انا اخرس واطرش. بعد الشر يا استاذ عادل، ما تقولش كده على نفسك يا ابني. انت مالك وانت امي يا ابني؟ اعمل اللي انا بقولك عليه وخلاص. اخرس واطرش يعني تتعامل معايا بلغه الاشاره كده. طب ولو انا كلمتك بلغه الاشاره هتفهمني؟ وانت بتتكلم بلغه الاشاره؟ لا، ولا انا بفهم لغه الاشاره. نعمل بس ان احنا ايه، ان انا اخرس وطرش وانت بتتكلم معايا. انت فاهم ازاي؟ ماشي. وانا هحلي لك بقك يعني، هفتح مخي معاك. لو كده ماشي يا استاذ عادل. ماشي ماشي. اهم حاجه بقى عايزك تقعدني مع الاثنين اللي هناك في الركن دول. وتعامل معايا زي ما قلت لك. حاضر. طب يلا تعالى يا ابني. ليه هو انا خفيف بقول لك اطرش اطرش واخرس؟ اتفضل يا استاذ عادل. اهلا. اتفضل. نورت يا استاذ عادل. اهلا يا هلال. اتفضل يا استاذ، اقعد هنا يا استاذ عادل. لا ده الاستاذ عادل الاطرش. تشرب ايه؟ هني فيلم. عاوز شاي؟ شاي. تشرب شاي يعدل النافوق صح؟ عينيا عينيا. وعندك واحد ينسون الاستاذ عادل الاطرش. خبرك ايه يا طبنجه؟ مالك جلجل ليه؟ ما قالك ما بيسمعش. خلينا في موضوعنا. انا خايف يضحكوا علينا في البضاعه المره دي يا طبنجه. يضحكوا عليكم هيعملوا ايه يعني؟ هيحط لكم في وسط البضاعه بندقيه رش؟ ما تخافش يا رشاش، احنا مش ولد امبارح. رشاش وطبنجه اكيد رئيس العصابه ار بي جي بقى. امال ايه موضوع الفلوس ده؟ ايه الفلوس عند الاستلام دي؟ طب دي اول مره يعملوها معانا يا طبنجه. اصل الحكومه مفتحه عينيها كويس قوي. يا نهار ابيض، انا ايه اللي وقعني في حش التعبان ده؟ مو انا بقى مش خايف غير من الحكومه ده، اهي لتكون رازده حركاتنا وتكفشنا كيف ما قفشتنا ال 15 مره اللي فاتت. 15 مره؟ ليه العصابه الغبيه دي؟ ما تخافش، انا عامل حسابي. انا هرب البضاعه المره دي في شحنه البطيخ. بطيخ يا ولاد القرعه. خلاص هانا، معلم ابو عيسى هيبعت صبيه بكره هيتفق معانا على التفاصيل. السلام عليكم. ازيك يا حته؟ فين دوله؟ دوله في البازار واحد رخم قوي عايز يشتري تمثال. يا عم طب هلا هلا. مالك دوله؟ في ايه؟ طب ايه دوله؟ مالك دوله؟ في محمد عليك. انت بتضايق الزبائن ليه يا رمزي؟ بس دوله مش عارف ماله، هو في حاجه في بقه؟ مالك يا دوله؟ يا ابني ده مش دوله، ده مش دوله، ده الاستاذ عادل الاطرش. لا يا راجل، سبحان الله، شبه دوله بالظبط. يقول لك اطلع بره يا جزمه. يبقى دوله، يبقى دوله في العالم. والله العظيم دوله. انت دوله، انت دوله، انت دوله. يا ماما دول مش مجرمين، دول تجار سلاح بس يعني. ما ده اصخم وادل سبيل. ايه يا عادل؟ يا عادل انت مش عارف ان تجار الاسلحه دول هم المسؤولين مسؤوليه تامه وكامله عن امداد وتمويل الخارجين عن القانون بالاسلحه البيضاء والسوداء. طيب شفت، انت قلت يا رانيا المسؤولين عن امداد، يعني ناس بيمدوا ناس بحاجات يعني زيهم زي رجال الاعمال، وضع طبيعي خايفين عليا من رجال الاعمال.
يا ابني يا ابني انت مش قد الناس دول، انت مش قد اللي بتعمله ده. مش قدهم ازاي؟ انا لازم اقوم بدوري. لعلمكم يا جماعه انا حاسس بمسؤوليه كبيره جدا، لان انا السبب في اللي حصل للراجل ده، انا وزفت الطين رمزي. فعشان كده يا جماعه لازم اقوم بخدمه انسانيه. على حساب الامن والامان القومي لبيتنا الهادئ الساكن السعيد. يا رانيا ما تخافيش، بيتنا هيفضل زي ما هو. وبعدين في بقى كمان مكافاه كبيره جدا، لان القضيه كبيره جدا، غير بقى المكافاه المعنويه اللي احنا هنحس بيها لما ننقذ مصر. طب يا ابني تجار السلاح دول شكلهم ايه؟ يعني هيكون شكلهم ايه؟ اكيد واحد فيهم مثلا معلق بندقيه بتاع دي الرشاش ده على كتفه مثلا، واحد تاني جسمه من الرش مرشش يعني مخرم، هتلاقي واحد تالت مثلا مبتدئ، ممكن يكون ده بادي بقصافات بعد كده يخش مطاوي قرن غزال، يعني لسه في اول طريقه يعني. لا 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 مش مطمنه، افرض اصبت بطلقه طائشه فجاه. طب قولي يا ابي المكافاه دي ممكن تطلع كام؟ اروح القسم اسالك واجي، ده اللي يهمك يعني انا جلاء. وانت بقى يا جيمس بوند يا 007 عصرك واوانك، فاكر انك قد العمليه دي؟ اه طبعا قدها. مش قدها ليه؟ وبعدين انا معايا اجهزه حديثه جدا بتكتشف المجرمين، والاجهزه نفسها اكيد ممكن تكون بتقبض عليهم بطريقه ما يعني. لا 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 مش مطمنه، افرض حصل تبادل اطلاق نار. لا لو حصل اي تبادل اطلاق نار معايا درع واقي، معايا الواد رمزي هحطه قدامي ياخد هو طلقات النار، واقوم انا طالع من وراه وضرب البول كده هو بقى. لا 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 يا عادل، لا يا حبيبي انا مش مطمنه. لا 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 بصوا يا جماعه مفيش وقت، حتى لو انتوا شايفين ان انا اتهورت مفروض بقى ما ترجعونيش على القرار اللي انا خدته، ساعدوني ادعوا لي اقل حاجه. هو طالما فيها مكافاه، قصدي طالما فيها خدمه للبلد والمصر، احنا وراءك يا عادل. والمهمه دي محدش يقدر يعملها غير واحد زيك شجاع مكجوار بيحب البلد. مكجوار دي اكتر حاجه عجباني صراحه يعني يا رانيا. انا ان شاء الله طبعا شجاع ومكجوار معروفه جدا، بس اهم حاجه بقى الخطه. انا عامل خطه جامده جدا، هعملها على عده مراحل. المرحله الاولى او مفتح الباب. خليك 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 دول يا حبيبي. عايز ايه يا عم المقابله دي يا عم؟ انا لاقي لك تعالى. ايوه دول، مش انت اللي قلت لي تعالى؟ واعمل وايه اللبس اللي انت لابسه؟ انت عديت على وكاله البلح يالا؟ يا دول وكاله بلح يا دول، هو ده موسم بلح برضك يعني؟ اهم حاجه اهم حاجه انت مش هتفهمني، ايه العصايه اللي في ايدك دي؟ هم قالوا لي حطها كده يالا وانت ما حدش اهو. ما حدش اهو يعني العصايه دي هي اللي هتنكرك يعني؟ يخرب بيتك. المهم اتفقت مع الواد حته على كل حاجه؟ كل حاجه اتظبطت يا دوله، وبيقول لك ان كل شيء هيبقى 100 الصبح بدري قبل ما الواد فتلا يجي. قبل ما فتلا يجي الصبح بدري؟ ماشي ظبط معايا ساعتك. حاضر يا دوله.